عاد الحراك المجتمعي في تعز لكن بشكل آخر هذه المرة. فبعد اتساع هوة الاختلال الأمني ومقتل العديد من المدنيين نتيجة لذلك، لم يكن أمام هؤلاء إلا الخروج لرفض الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة منذ بروز الجماعات المسلحة وسيطرتها على المشهد في تعز. المتظاهرون طالبوا بإلقاء القبض على قتلة المدنيين والعسكريين ومثير الفوضى في المدينة، إضافة إلى المطالبة بسرعة تثبيت الأمن وإنهاء المظاهر المسلحة. من هنا أتينا لننادي السلطة المحلية إما بتحمل مسؤوليتها أو بالإعلان بأنها غير قادرة على تحمل هذه المسؤولية. نزل أبناء تعز اليوم بشعار واحد، بشعار الإنسانية، بعدم قتل الإنسانية وعدم انتهاك الإنسانية في محافظة تعز، بعدم قتل ثقافة تعز التي ننادي بها منذ القدم. نزلنا هنا بشعار واحد وكيان واحد، هو كيان الإنسانية لتعز. جرائم القتل هذه لم تكن الأولى بحسب المحتجين، فقد سبق ذلك اغتيال العديد من القيادات العسكرية على يد فصائل مسلحة منتشرة في المدينة، ليأتي تزايد عمليات الاغتيال كأبرز التعقيدات التي تواجه مدينة تعز منذ فك الحصار عليها جزئيا. انتشار السلاح بشكل كبير في الشارع إضافة إلى غياب فعالية الأجهزة الأمنية أنتج العديد من المشاكل، وأدى لتنازع الاختصاصات والصلاحيات بين إدارة الأمن ولجان الفصائل المسلحة المختلفة. انتشار الجماعات المسلحة كذلك وعدم التزامها بقرار دمجها مع وحدات الجيش في محافظة تعز أسهم في إعاقة تثبيت الأمن في المحافظة التي طالما عانت من ويلات الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال العامين الماضيين. الفصائل غير المنضبطة أصبحت العنوان الأبرز للتحدي الأمني في المحافظة التي تحتاج لقليل من الاستقرار كي يلتقط الناس أنفاسهم، وكي لا تصبح تعز ضحية مرة أخرى للعنف أيا كان مصدره.